الثيرمو ريسبتور، لما نتكلم عن الثيرمو ريسبتور الحقيقه الثيرمو ريسبتور دي هي
سوماتيك يعني احساسي بحر وبرد. فدول بقى تعتبروا external thermal receptors. يبقى الريسبتور بتاع التمبرتشر نايم internal وده مش موضوعنا النهارده خالص. اوكي؟ واكسترنال هو ده اللي احنا بنتكلم فيه مش كده؟ هي سوماتيك سنسيشن احساسي انا بالحر وبرد. طبعا I have thermal receptors all over the body. تمام كده؟ موجوده فين تفتكروا؟ على السكين بيني جاست بينيث ذا سكين. يعني تحت في على طول في السب بينيث هي اللي تحت السكين على طول. اسمهم ايه؟ ثيرمال ريسبتور. تفتكروا عندنا كام نوع من الثيرمال ريسبتور؟ عندنا كام نوع من التغيرات الحراريه؟ حاجات كتير ولا هما اثنين بس؟ اثنين بس. ايه وايه؟ واو بالظبط كده. حضرتك مش هتبقوا عارفينهم بقى. خدتهم في العمل. لا يا سنوبة يا رب ما شاء الله بتاع. يبقى عندي وول وكونكريت. بنضيف على ذلك لو حاجه شاي مولع وقع على ايدي. ها؟ هيبقى وورم بيج، برافو عليك. ولو حاجه ثلجايه لو حطيت انت والولاد مفيش دعوه، لو انت حطيت ايدك في الفريزر وايدك لزقت في الحاجه ها بين فظيع. الايام البرد الشديد قوي يعني ما بتحصلش كتير لكن يعني لو جت موجه برد جامده قوي رجلينا ممكن ما تبقاش الاطراف طبعا اللي بتبقى عايزه بتوجعنا من الايه؟ صح؟ من البرد. عندي بقى اذا كده هيبقى اربعه وورم كولد وور بين وكولد بين في الايه؟ في الاكستريمز اوف تمبرتشر. خلاص؟ اكستريمز اوف تمبرتشر. حر قوي برد قوي. سخن قوي ساقع. تمام كده؟ طيب اربع انواع دي يا اولاد اهو الوور بين وكولد ريسبتورز. الوور ريسبتورز وكولد ريسبتورز. الوور ريسبتورز ار فري نيرف اندنجز اتاتشد تو سي فايبرز. زي ار فري نيرف اندنجز. لا هم مايسنر ولا هم باسينير ولا هم ماركرز. ها؟ فري نيرف اندنجز. زيهم زي البين، البين برضه فيه نيرف اندنج، زي ما عرفت البين. لازم نحفظ كده مع بعض، البين والتمبرتشر ريسبتورز ار ها؟ فيه نيرف اندنج، احفظوا البين والتمبرتشر ريسبتورز. فيه نيرف اندنج، اتاتش بالسي وايه دلتا، البين برضه هيبقى كده. خلاص؟ هنا بقى بيقول لك انه الوورم اتاتش بالسي وكولد اتاتش بايه دلتا وسي. مفيش حاجة في ده تتقال مقدمات أكتر. وبعدين عندي وورم بين وكولد بين. بيشتغل امتى الوورم بين وكولد بين؟ ها؟ اكستريمز اوف تمبرتشر بالظبط. طيب نمشي زي ال الداتا شو علشان ما حدش يتلخبط. طيب مكانهم فين قلنا؟ ها؟ سب كيتيني ستيشن. الحياه السيرفر ريسبتورز بتحس بالحراره في المكان اللي هي فيه مش حراره في الجو. اوكي؟ لان المكان اللي هي فيه ده قد يكون مش قد يكون يعني. احنا دايما لابسين هدومنا. فيعني مش بالضروره مش مثلا ايه الحراره النهارده في القاهره 23 هتبقى حضرتك سكين عشان بقى السكين بقى لا السكين بتاعك انت لابس هدومك مدفي نفسك سكين ابيض خلاص بتبقى السكين ده سم بين السبب اكشن نوت ذا انفايرمنت فدي برضه عشان نعرفها نفهمها يعني. طيب بتختلف الديستريبيوشن مش في كل اجزاء الجسم التمبرتشر ريسبتور واحده اوكي فما تلاقيها موجوده اكتر في اللبس في الفيس الحقيقه في الفيس كتير يعني عددهم اكتر بكتير وعلى الفينجر تيبس وفي الترانك كمان اكتر من اللونز الديستريبيوشن اوف ذا ثيرمال ريسبتور بيختلف اوكي اكتر في الفيس والفينجر تيبس والترانك عن اللور بارت اوف ذا بادي المنطقه دي مدفيه ندفى اكتر واخد بالكم نلبس زي ما في حاجه كوفيه كوفيه بتدفي جدا ها الفيس مليان ثيرمال ريسبتورز تمام كده؟ طيب مين يا ترى عدد اكتر الكولد ولا الوور؟ الكولد ساعات في معلومات ما بيبقاش فيها شعر ها الكولد اكتر طب الادابتيشن اوف ثيرمال ريسبتورز يلا وريني الشطاره نحاول نفتكر كان رابيدلي ادابتنج ولا سلولي ادابتنج؟ ها رابيد سلو ما ايه رايك مختار؟ ولا كده ولا كده مودريتلي ادابتنج خلاص ولا سريع قوي يتعود في ثانيه زي التاتش ريسبتورز ولا نون ادابتنج زي البين ريسبتورز لا هو ايه في النص بيادابت مودريت لكن في واحد من الاثنين الادابتيشن بتاعه اسرع اللي هو الوور خلاص يعني لو دخلت تحت دش ميته اسخن من الجسم شويه
بعيد قوي عن بالي السخنه قوي ساقعه قوي على درجه ادبتي خلاص بالعكس انت بتجري بقى لو ميه ساقعه قوي وفي درجه ادبتي كمل ده لا لا هيروح مش هيكمل في البيت هنكمل لا خلاص مش عارفه جسمي مش عايز يدفى الميه الساقعه مش بدفى اسيبها وامشي بقى فالادابتيشن احسن فتره فيه فين؟ ها؟ في كده متوسط الحراره اللي هي تبقى قريبه من الجسم اسخن شويه اسقع شويه مش اسخن قوي اسقع قوي لا حتى لو ما كانش دامج يعني حتى لو ما كانش انجوري يعني حتى لو مش شرط ان المايه مغليه على ساعه تلاقي كده لو سخنه قوي برضه انت مش حاطينيها لغه تظبط السخان والحاجات دي عندكم سخان بغاز ولا كهرباء؟ بتاع زمان الحلو ده قوي قوي فل انا كمان غاز حلو قوي هايف كان عندي سخان قديم اساله كده وجدوا عليه بتاع المصانع الحربيه. ايوه غيرت بقى لما غيرت بقى جبت واحد كولومبيك. ووزعت التاني اديته الحياه عم علي البواب. مش عايز اخده منه. كان حلو قوي. الميه ضعيفه جدا وهو التاني بقى ارقام ومش عارفه ايه الكترونيك وبطاريه وتكتكه والميه ساقعه. يا ولاد الحاجات دي كلها مايكروسكوبيك يعني هم بعاد عن بعض بس مش بعاد عن بعض يعني واحده هنا واحده هنا حاجات كلها ما نشوفهاش بالعين المجرد بعاد عن بعض فده بيخلي ال عشان تحس بتغير حراره لازم جزء كبير من جسمك يخش في المنطقه دي يعني مثلا لو انا الدنيا بره الا لو حاجه سخنه قوي قوي زي الفرن مثلا لو هنا التكييف شغال وبره ساقع بره حر وطلعت صباعي بس هل احس بفرق حراره كده؟ لازم اطلع بص اطلع بص قوي كده او احس بفرق علشان الريسبتورز يعني عايزين اقول لك ان هم مش كتار عددهم مش كبير زي مثلا البين ريسبتورز اوكي يا ولاد البين ريسبتورز نقطه واحده في الجسم بيحصل لها انجري بنبقى هنسرح طيب كل نوع من انواع البين الاربع انواع بتوع الثيرمال ريسبتورز عايزين نسرح شويه ليها رينج اوف فاين يعني بتطلع ستيمولاي رينج اوف تمبرتشر هذا الجدول بيوريني كل نوع من انواع الاربع انواع ايه الرينج اوف فاين امتى ممكن يطلع امبلسز يعني امتى ممكن يستيمولات خلاص الجدول ده ما تبصش عليه وتقول ايه انا واقف هنا لو حركت الحته ابيض ايه اللي هيحصل ما بتعملش كده لان انت اوقات كتير الطلبه بيمسكوه يقدروا يفصصوا لا هو بيوريني ايتش ريسبتور ها ايه الرينج اوف تمبرتشرز اللي بتقدر تشغلها من السيرفر وهنلاحظ دلوقتي في الجدول حاجه ممكن تلفت نظرنا شويه في الرسمه بس هنقول عليها ايه طيب الكولد ريسبتورز بتبقى it can be stimulated في رينج اوف تمبرتشرز من 10 ده منطقي ل 43 وده غير ما بيعمل 43 الكولد ريسبتور شغاله الصبر هنفهم دلوقتي ده الرينج ممكن يحصل له سيميليشن في المنطقه دي الماكسيمم بتاعه ات 25 اهو الكولد ريسبتور طب والوارم ريسبتورز رينج اوف ستيميوليشن بتاعهم ممكن يبدا من 30 الى 50 والماكسيمم ات 45 الكولد بين من 5 ل 15 اهو الكولد بين اهو يا مان اهو 15 اهو 15 ل 5 والوارم بين بيبتدوا ات 45 و الى ما لا نهايه بقى حرام. ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي انه هذه الريسبتورز كل واحد منهم بينفع يشتغل في هذا الرينج. طيب يعني ايه الكولد ريسبتور يبقى ستيميليتد على 43 درجه؟ دي حاجه غريبه قوي. انا هقول دلوقتي ليه؟ احساسنا بالحراره جوه دي اهم حاجه في الموضوع كله نسبي يعني ايه؟ يعني انا موجوده في الحراره الفلانيه. لو اتحركت لمكان حرارته اعلى الكولد ريسبتور هم في حاجه اسمها نيوترال
درجه حراره الجسم الطبيعيه نيوترال بوينت. هنبص برده حتى فيها هنا في الجدول عند 37 درجه مئويه. في ايه في النقطه اللي انا معلم عليها دي ولا ايه؟ في ايكوال ديسشارج ده سيرفر ريسبتور الارتونيك ريسبتور يعني شغالين طول الوقت. لما تمبرتشر بتكون نيوترال الاثنين بيبقوا ايكوال ديسشارج خلاص؟ لو حركت المكان اسخن وات ويل هابن؟ ذا كولد ريسبتورز ويل ديكريز ذير ديسشارج اند ذا وورم ريسبتورز ويل انكريز ذير ديسشارج. اينما كنت مش لازم في النيوترال بوينت في اي وقت ولو في اي لحظه ثانيه حركت المكان ابرد ايه اللي هيحصل؟ ها؟ رحت حته ابرد ايه اللي هيحصل؟ الهول بيعملوا كل ده. طب ما انا ممكن اكون في حته حر واروح حته احر منها. فالكولد ريسبتورز تقلل والوورم تزود والعكس. خلاص؟ فالرينج اوف ستيميليشن ده موجود معايا لان محتاجاه طول الوقت. لو انا في حته حر ورحت لحته احر منها او في حته حر ورحت لحته ابرد منها. خلاص؟ فالرينج اوف ستيميليشن ده معناها انه دي الفتره والكولد ريسبتور شغاله معايا. عايزاها تبقى معايا في الحر؟ اه عايزاها تبقى معايا في الحر علشان انا ممكن اتنقل لحته ابرد. انا في حته سخنه وعايزه حته ابرد. رحت المكان ولعت المروحه وابتدت تشتغل. ها؟ يقوم مين يقل ومين يزيد؟ الورم يقل والكولد ريسبتور. فانا عايزاهم معايا فهم موجودين. الرينج بتاعهم والماكسيمم زي ما انتم شايفين الماكسيمم اكتيفيتي بتاعتهم زي ما انتم شايفين اللي هي الكولد على 25 والورم على 45 الماكسيموم اكتيفيتي في المنطقه اللي هي قريبه برضه من النيوترال بوينت. يعني هما دي الماكسيموم اكتيف لما اكون ايه في حته قريبه من البادي تمبرتشر اللي هي اسقع شويه. دي اكتر وقت هما بيشتغلوا فيه لان ده يا ولاد اكتر حاجه احنا متعرض لها مش كده ولا ايه؟ احنا اغلب الوقت بنحاول نتواجد في اماكن حرارتها مناسبه لينا صح؟ بنحاول لو برد بنلبس فنبقى مظبوطين، لو حر نفتح تكييف. يعني كأنك بتسيب نفسك قاعد مرصص او حر ممكن حاجه كده فتره بسيطه او غصب عنك انا ترد عليك. لا انت دايما بتظبط نفسك صح ولا غلط ولا كلامي؟ في الصيف نلبس صوف ولا في الصيف نلبس اقدام خفيفه؟ يبقى انت دايما في الرينج ده. فطبعا ذلك الكولد ريسبتورز والوارم ريسبتورز هاف ذا هايست اكتيفيتي الماكسيمم اكتيفيتي بتاعتهم في المنطقه اللي هي ايه؟ حوالين برافو عليك حوالين النورمال كونديشنز بتاعتهم. عشان برضه قبل ما تقول لي احنا مش عارف ما حدش ياخد من الكارف ده مش انا ما عنديش ردود غير ان انا يعني قصدي هو ده الوصف بتاع الكارف. اوكي؟ يعني ان شاء الله تكونوا هتبقوا فاهمين وانتوا بتذاكروا في الكارف. عند زيرو تمبرتشر لو تقلقت قوي قوي السكين هيحصل بينك. لو السكين بتاعه تلج يبقى زي البرن بالظبط ما يحسش باللور ولا كود ولا اي حاجه تانيه. وفي حاجه نوع من انواع البنج الموديل بيعملوه بالتبريد. اوكي؟ اسمه كرايو ثيرابي. خلاص؟ بيبردوا المكان بس طبعا في العمليات بسيطه. هيفتحوا اكسس يعني كراب هيعملوا حاجه بسيطه انسج صغير يتلجوا المكان موجود يعني حاجه كتير. طيب اسم الثيرمال ريسبتورز عرفوا نوعيتها يعني واساميها وكده واحنا بس هنحفظكم اسم الريسبتور اسمه ترانزيت ريسبتور بوتنشال هم سموه كده الريسبتور بتاع الثيرمال ريسبتور سموه كده تي ار بي خلاص او تي ار بي ريسبتور تي ار بي ده اسم الريسبتور هم بيدوروا يدعسوا بيسموا اسامي بقى برضه مش موضوع هنخش يعني هو في شرح ليه هو اسمه كده بس مش مهم عشان لا مش هنفرق في حاجه. فهمنا حكايه انه الثيرمال ريسبتورز ريسبوند تو تشينجز ان تمبرتشر خلاص؟ يعني اكتر ريسبونس ليها او افكت ليها في التغير لما تكون حاجه بتتغير للابرد او للاسفل. طيب هنقول بقى تجربة صغيرة اللي هي المفروض معرفش كنتوا بتعملوها في العمل ولا خدتوها بس كده اللي هي تورينا تثبت لنا انه احساسنا بالحرارة ده نسبي. اوكي؟ نسبي واكتر منه حاجة ابسوليوت. خدتوها دي؟ طب وهقولها برضه. طيب مع ان المفروض تعملوها دي ظريفة جدا. نعملها في البيت. هجيب ثلاث كوبايات. واحدة تحط فيها مية من الحنفية. واحدة بتحط فيها مية سخنة قوي قوي بس مش لدرجة انها هتحرق لك ايدك يعني هتغلي المية وتستنى
فريزر مش من ثلاجه، من فريزر الميه بتاعها انت بتعمل ثلج كده ساقعه. هنحط ايدنا اليمين في الميه المثلجه وايدنا الشمال في الميه السخنه قوي 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 ونسيبهم دقيقتين. اوكي؟ وبعدين نطلع ايدينا الاثنين في نفس اللحظه نحطهم فين؟ في الكوبايه اللي في النص. ندخل ايدينا الاثنين هنعمل هتسمع كده تطلع هتلاقي حاجات طالعه في الكوبايه طالعه. ايدي اللي جت في الميه المتلجه هتحس انها ايه؟ سخنه نار. وايدك اللي جت في الميه السخنه هتحس انها ايه؟ متلجه ساعة. ازاي ده حصل مع ان الكوبايه اللي في النص دي فيها نفس حراره الميه حراره المدفوعه؟ لا ده معناها ان احساس الحراره تمام تمام عرفنا القصه دي؟ هنبدا بقى في موضوع مهم قوي 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 ان شاء الله اللي هو يوالي بين كده براشر سنسيشن. عايزه حضرتك تضغط اكتر بقى شويه من كده
ما شاء الله، هاي فريشن، هاي فريشن، برافو، حلو. طيب البين ده، البين اللي حصل ده لما كنت وجعان اهو، معناه ان في ايه حصل؟ تشو دامج. طبعا زمانكم مستغربين يعني يعني الدوسه الصغيره دي عملت دامج؟ عملت في شويه خلايا دامج تحت ايدك، وانا ما كنتش حسيت بكده. يبقى اذا العلاقه الاثنين مع بعض كده، البين مع التشو دامج. وكلمة بين ريسبتورز اللي ليها معنى تاني مش باللاتيني بس بنستعمله نوسي سبتورز. نوسي سبتورز يعني بين ريسبتورز، هنشوف دلوقتي. كلمة نوسي باللاتيني معناها دبل. خلاص؟ كلمة بين باللاتيني نوسي، ونوسي يعني باللاتيني برضه دبل. عشان كده هتلاقي كلمة بين ريسبتورز في الكتب كلها مكتوب بين قوسين ايه؟ هو مش لازم بين قوسين، ممكن هي بتبقى يعني ممكن هي بتيجي في السؤال. اوكي؟ ايه يا ترى انواع البين سبتورز اللي احنا عارفينها؟ اولا they are لسه قايلين في التمبتشر، they are نوعهم ايه؟ استولاد من ايه؟ نوعهم ايه؟ free nerve end attached to ايه بيتا ولا ايه الفا ولا ايه دلتا وسي؟ ايه دلتا وسي؟ ايه دلتا وسي؟ برافو. الباس واي احنا عارفينه lateral والبريك حواليه ايه؟ مانجيزي علشان فور بروتكشن.
سكين، وطبعا سكين نمبر 1، لا يعني مفيش لونجر باسيل، نمبر 1 كده اللي في القمه سكين، وكمان الاماكن اللي فيها كيري سابلز كتيره. تاني عصر اللي عاملين البونز الوور اوف ذا ارتريز ساينسز الديوره مش مكتوب منها كل حاجه، بيرتونيوم والفلورا الاماكن كلها اللي هي الغالبه اللي هي السكين بتاع اي اورجن. اوكي، كل دول عندهم كميه كبيره جدا من الاجسام. طب المرتبه اللي بعد كده الطرف تحتي قال ايه؟ الجوينتس والليجمنتس والحاجات اللي هي الديب تيشو زي الجوينتس والماسلز والليجمنتس والحاجات دي. خلاص؟ المرتبه الاخيره خالص هي الفيسكال انترنال اورجنز. عرفنا الثلاث مراتب؟ طب في مرتبه رابعه في الثلاث اماكن في الجسم، ها؟ has got no pain cell. No absent pain cell. اللي هي الليفر تيشو، اللنج تيشو، والبرين تيشو. طب الليفر واللنج I am convinced ولن اختلف معاك. ماشي، الليفر ما فيهوش. ماشي، اوكي. واللنج ما فيهاش. ما اعرفش ما فيهاش، مع اني ساعات بتحس بوجع برضه هنا، بتبقى بلور. طيب. لكن البرين ما فيهوش. والصداع اللي ماسك دماغنا ده طول الوقت واللي جينا كتير الصداع ده ايه؟ جاي دكتور. حاجة تانية، برافو. مننجيز، ديورا، فينس ساينس، ارتريس، ماتيريال وولز فيها ريسبتور. وده هناخده في موضوع الهادف ان شاء الله. يبقى لو انا جبت لك سؤال في ام سي كيو، هادف از از ريفيرد، احنا هناخد كلمة ريفيرد بعدين، ديو تو انفلاميشن او دم ان ذا برين تيشو. نو ريسورس. برين تيشو ما ينفعش منه فين ابدا. اوكي؟ طيب. ده بالنسبه للديستريبيوشن هي ولاد الثلاث اماكن. يبقى اذا موست نيورس سوبرفيشال ليفر في السكين ومعاهم ايه؟ ها؟ بيرتونيوم فلورا اكتب اللي انت عايزه من الجسم اكتب واللي انت عايزه. لس ان ديبر تيشو زي الجوينتس والليجمنتس والتنمل، فيو ان فيسرا، وابسنت ان ليفر باريكاما لام حجرات اند برين. طيب ازاي يا ترى بيحصل سيميليشن؟ عايزين بقى نعمل اللينك، بلاش كلام حبايبي، اللينك اللي بين الدمج والبين، صح؟ عايزين بقى نعرف وات از ذا لينك بين تيشو دامج اند سيميليشن اوف بين سيل، ايه اللي بيحصل؟ طيب اول هنشوف ايه اللي بيحصل لما نعمل تيشو دامج، وبعدين هنرجع لورا في السلايدز اللي بعد كده نكمل الموضوع. لو انا زي الرسمه دي، انا عندي زي مسمار او حاجه دخلت باي اهو، هيدخل هذا الفورين بودي يعمل ايه؟ يعمل دامج لمجموعه من الخلايا للسيل، ها؟ وسكته كمان انت ساعات وانت بره البيت خدم وتخلص حقه جامده ونكمل اليوم عادي، ونروح نلاقي بوتشه زرقاء قد كده في ايد او في فورة. اوكي؟ اللون الازرق ده معناه ان في ايد اقطع كبيرة. طبعا لو بلاد بس الهدف اكبر من كده، ده انجري هتبقى كبيره، دي انت هتجري تروح تشوف في ايه يعني. لكن في الدمج اللي هي بيسموها بوتنشال دمج اللي هي خليتك انت وبعدين كملت اليوم، الكابيرز بس اللي تكون لو حاجه اكبر من كده او لو حسب ليه انت بقى مش يعني مش الموضوع مش فيه التفاعل. المهم بنقطع خلايا وبنقطع كابيرز، اكيد المسمار ده هيقطع ولا ما يقطعش؟ الخلايا الضعيفة ها؟ السيل ميمبرينز الديليكت مش هتتقطع؟ هتتقطع طبعا. الحاجات لما تتقطع بقى هيحصل ايه؟ انا عندي ها؟ عندي انترا سيلولار كومبوننتس وعندي انترا ماسكولار كومبوننتس، ها؟ هيطلعوا في مكان هم اصلا مش موجودين فيه. هيطلعوا في السبكتينس تيشو، هيطلعوا في حته في الانترستيشن تيشو، في حته ثانيه مش موجود يتقابلوا فيها. Once these substances are present in the same medium with the pain receptors، انا عندي pain receptors بقى موجوده كده خلاص، والكيميكال substances دي هتطلع هي اصلا وهي في مكانها، يعني intracellular or intravascularly، of course they have no relation to pain. هقول لكم اسامي substances دلوقتي. لكن once they are outside خرجوا من الميديم بتاعهم يتحولوا الى بين ميديتورز. خلاص؟ اكزامبل الحاجات دي بوتاسيوم ايونز اللي جوه الخلايا، الهيدروجين ايونز، الهيستامين، براديكالين،
بتتكون كمان البروستر جلاندز بتتكون بسرعة. الحاجات دي كلها ار فين ميديتنج كيميكال سبستنس. تعالى بص على رسمه. ادي المسمار بتاعي عملت خلاص قطعت وخرجت المواد الكيميائيه كلها. انا شايف انتوا بتقولوا لي ايه ده اللي انا بشاور عليهم دول ايه؟ مين ده سباينال كورد يبقى دول مين؟ بين ريسبتورز. وطبعا الرسمه انا بشاور على الرسمه، الرسمه لسه بشاور لكم الرسمه. ديز ار ذا بين ريسبتورز هم يا ولاد ايه؟ ارفينال كان زي ما اتفقنا وبياخدوا بعض ويجمعوا ويخشوا سباينال كورد عشان يمشوا في الباسبورت بتاعهم. فالبين ريسبتورز اهي موجوده عايشه حياتها في الريسبتور تاني ستيشن موجوده. وانس الحاجات الخلايا دي طلعت الكيميكال سبستنس دول they will imitate and stimulate the these chemical substances have other functions usually. في البلاد ليهم functions تانية وفي اللي جوه الخلية ليهم functions تانية. لكن once طلعوا كده بيعتبر ايه irritable للبين خلاص؟ بنسميهم بقى حاجة من اتنين يا اما نقول عليهم chemical indicators of pain chemical indicators of pain أو we call them pain sensitizers. Pain sensitizers. What's the meaning of pain sensitizer? They increase the sensitivity of the pain receptors. خلاص؟ أكتر واحد بي increase the sensitivity of pain receptors هو مادة البروستاجلاندين. مادة البروستاجلاندين بالذات عملوا عليها كذا خط أكتر واحدة بتسنسيتايز البين receptors. طب لما أقول حاجة بتزود السنسيتيفيتي. أوكي؟ معنى كده إنها بتعمل الفلاشر. بتعالي الفلاشر ولا تقللوا الفكر مع بعض؟ نعم. channels back out.
هيحصل اوبننج اوف ذا الشانل بتاعتي الترانسدكشن شانل اللي على مكان الفيري سيكتور دي اسمها بيسموها دي جنريت شانل اسمها كده دي جنريت شانل خلاص هتلاقي كل واحده ليها اسم برضه قبل ما نرجع جد الاسماء دي موجوده بسبب حاجه يعني ليها اصل يعني ليه اسمها كده ليها اصل but the time of the lecture لا يسمح ان انا اقول الاسم ده جاي منين لكن هتلاقي اصل اسمه دي جنريشن خلاص يبقى انا عملت ميكانيكال ستيميليشن وده ذس از ميكانيكال بريسر وانا عندي هنا دي جنريشن اوكي ذيس ار ذا ترانسدكشن شانلز في الميكانو فين في حد مش متخيل طب عملت انا بقى ديت خطه وجعت نفسي اهو الميكانيكال هيفتح ابوابه الترانسدكشن شانل دي ويخش الصوديوم او كالسيوم وانس الصوديوم او كالسيوم انفلكس حصل هيحصل ديبولاريزيشن والريسبتور بوتنشال دي تتكسر بتاعته خلاص ده لو كان ميكانيكال لو كان ثيرمال لو كان ثيرمال هتلاقي او الترانسدكشن شانل اسمها تي ار بي شانل تي ار بي زي الايه فين زي الثيرمال برضه لو كان ستيميليشن ده حاجه سخنه قوي الميه مولعه بقى تعليدي هتتفتح تي ار بي شانل يخش ايه مين اللي يدخل صوديوم او كالسيوم وات في الاخر من الريسبتور ها الريسبتور بوتنشال او مش من ليك تو اكشن اوكي سو ذيز ار ذا ترانسدكشن شانلز او ترانسدكشن بين ترانسدكشن باي نوسي سيرفيس اوكي طب العلاقه بقى بين الحاجتين هنوريها في كيرف اهو ميكانيزم او نوسي ريسبتور ستيميليشن التجميعه دي يعني هي مش في كتاب بس هي مجموعين مع بعض وانا عمال في كتاب واحده عمال في وضع اجرامي لما انا بعمل ستيميليشن بالنسبه انجوري ستيميلس هيحصل حاجتين هيحصل اوبننج اوف ذا سبيشاليز ترانسدكشن شانل صح؟ وريسبتور بوتنشال وهيحصل ديش دامج حتى التشانلز بتاعتي بس ريسبتور بوتنشال وهيحصل ديش دامج ديش دامج هيطلع ايه؟ كيميكال اللي بيقدر يقفل chemical substances دي will further stimulate and sensitize the nociceptor فيزود العملية فالبين يبقى ايه؟ انا عملت انجل كده البين بقى ايه؟ اكتر من بدليل اهو يا مدر اللي فات عملنا ضغطنا بس كده على ايدنا حسينا بوجع وجع وجع يعني واللي داس جامد ممكن الوجع يقعد معاه شوية الدمج بيعمل ايه؟ further stimulation بقى يعني يشعل الموضوع because pain is a protective sensation I need the chemical, these chemical substances معايا to further stimulate the pain تمام فهمنا؟ يبقى ال noxious or injurious stimulus will open the transduction channels without the action potentials and will release the chemicals صح؟ معايا بقى؟ and yes, a further stimulation pain فعندي هنا pain transduction وعندي pain mediation هما مع بعض يعملوا الاكسبيرينس بتاعت البين. من اهم الحاجات اللي بتميز البين وبرضه نسيت اقولها في اول الكلام ان البين معاه البين از ان اكسبيرينس نوت جاست سنسيشن. يعني التاتش از سنسيشن. الحر والبرد از سنسيشن. البريشر حط حاجه تقيله على ايدي از سنسيشن. لكن البين بيبقى معاه ايه؟ experience, emotional experience. وانت موضوع انت متضايق، انت تعبان، انت مكتئب، انت متسرب في emotion صح؟ لكن الحاجات التانية يعني لو انت شايل شنطة تقيلة هتمشي هتعالج في الشارع يعني كده واخدين بالكم يعني sensations الأخرى مفيش معاها emotion يعني ها؟ لكن البين ها زي هو عبارة عن experience تجربة كاملة. What about the pain threshold? Threshold of pain. هل تعتقد pain threshold؟ هل تعتقد بقى اللي عايز يسمع؟ إن ال threshold of pain يفكر مع بعض. ممكن أسيبكم تفكر بس ما تبصوش الكتاب. أنا متأكدة إن هو مش هتبص أنا آسفة. بتبصوا ساعات؟ السؤال هل ال pain threshold بجد ما حدش يبص؟ وتفكروا؟ هل ال pain threshold يعني البين ريسبتور فينا كلنا بيبتدي يحصل لها ستيميليشن من بين فور ستيميلس يعني
في نفس التوقيت يعني الثراشولد بتاع الحساب واحد ولا بيختلف ولا اللي بيختلف هو our reaction to pain؟ ها؟ يبقى ده يوريني ان الثراشولد اوف ذا ريسبتور اتسلف